الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في أصول الفقه من كتاب تحقيق الأصول من إرشاد الفهو. وصلنا إلى الباب الخامس في المطلق والمقيد، وفيه مباحث أربعة. البحث الأول في حدهما، أما المطلق فقيل في حده ما دل على شائع في جنسه، قال في المحصول في حده هو ما دل على الماهية من حيث هي من غير أن تكون له دلالة على شيء من قيوده. وأما المقيد فيقال فيه وما دل لا على شائع في جنسه، فتدخل فيه المعارف والعمومات كلها. أو يقال في حده وما دل على الماهية بقيد من قيودها، أو ما كان له دلالة على شيء من القيود. البحث الثاني، اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيدا حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع مقيد في موضع آخر فذلك على أقسام. الأول أن يختلف في السبب والحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق، كما حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني والكي الهراس وابن برهان والآمدي وغيره. القسم الثاني أن يتفق في السبب والحكم، فيحمل أحدهما على الآخر، كما لو قال إن ظاهرت فأعتق رقبة، وقال في موضع آخر إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. قد نقل الاتفاق في هذا القسم وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب وابن فورك والكي الطبري وغيره. ثم بعد الاتفاق المذكور وقع الخلاف بين المتفقين، فرجح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل هو بيان للمطلق، أي دال على أن المراد بالمطلق هو المقيد، وقيل إنه يكون نسخا أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد اللاحق، والأول أولى. وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في هذا القسم بين أن يكون المطلق متقدما أو متأخرا أو جهل السابق، فإنه يتعين الحمل كما حكاه الزركشي. القسم الثالث أن يختلف في السبب دون الحكم، كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل، فالحكم واحد وهو وجوب الإعتاق في الظهار والقتل، مع كون الظهار والقتل سببين مختلفين، فهذا القسم هو موضع الخلاف. فذهب كافة الحنفية إلى عدم جواز التقييد، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية، وذهب جمهور الشافعية إلى التقييد، وذهب جماعة من محققي الشافعية إلى أنه يجوز تقييد المطلق بالقياس على ذلك المقيد، ولا يدعى وجوب هذا القياس، بل يدعى أنه إن حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا. وقد احتج بأن القرآن كالكلمة الواحدة، قال إمام الحرمين في دفع ما قالوه من أن كلام الله في حكم الخطاب الواحد، إن هذا الاستدلال من فنون الهذيان، فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعلق والاختصاص، ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع، فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن كتاب الله فيه النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة، فقد ادعى أمرا عظيما، انتهى كلامه. ثم قال الشوكاني: ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما بالجهة الحمل، ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد، فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل. قلت في الحاشية: والحق والله أعلم مع القائلين بعدم جواز حمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب، وذلك لعدم وجود الدليل على جواز ذلك، فإن أطلق الشارع لفظ الحكم في سبب وقيده في آخر فالأصل أن نبقي كلا من النصين على ظاهره، فإن الله تعالى لو أراد التقييد في النصين علمنا بذلك، فإن الله قال تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا. القسم الرابع أن يختلف في الحكم نحو أكس يتيما أطعم يتيما، فلا خلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه، سواء كان مثبتين أو منفيين أو مختلفين، اتحد سببهما أو اختلف. حكى الإجماع جماعة من المحققين، آخرهم ابن الحاجب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.